كنت انا عملت غنوة جديدة اليومين اللي فاتوا دول. ايوه الفترة فاتني اللي فاتت فاتني دي. فاتني يلا نسمعها فورا. عايز اقولها بلاي باك. يلا الاغنية على طول. انا عايز اهديها سليم. الاغنية دي اغنية بسيطة جدا جدا جدا، عملها لي عزيز الشافعي. جميل. الملحن عزيز الشافعي. اما جيت قلت لعزيز على انا عايز غنوة، قلت له عايز غنوة بتضحك. ايوه اغنية بتضحك وفرفوشة، لان انا مبسوط شوية اليومين دول. ليه كنت مبسوط؟ اول مرة كنت اعيش التجربة دي، ان حد يجي لي عايز يتجوز بنتي وايه ده، البنت كبرت وهتتجوز وحاجات كده. هو انا ابو العروسة؟ انا هبقى اخيرا ابو العروسة واشوف بنتي عروسة ايه ده، انا كبرت ولا الحياة لطيفة؟ قلت لا الحياة لطيفة يا عزيز، انا فرحان، اعمل لي حاجة فرحانة. انا عامل لي صاروخ على اساس ان انا اعمل ايه، اغنيها لمريم في فرحها. بنتي طبعا ما لحقتش تنزل في فرحها، فانا عايز اهديها لها النهارده هي وجوزها اسلام. ده احلى اهداء، ده احلى اهداء. تاني دي اغنيه جديده، اغنيه خالد عجاج اللي عملها مخصوص عشان بنته. بيهديها لها دلوقتي بمناسبه زفافها الميمون، بيغنيها بصفته ابو العروسه. يلا